جولة في كتاب مع أميرة الفاضل. مرحبا، هل تشوف نفسك شخص لطيف؟ هل تبتسم لشخص ما تعرفه؟ أو تبادر بالاعتذار لو أخطأت؟ أو حتى تساعد أشخاص من غير ما يطلبوا منك؟ تعرف إنه هذه التصرفات تفرز في أجسادنا هرمون الأوكسيتوسين، وهو المسؤول عن شعورنا بالرضا والسعادة، حتى إنه البعض يسميه هرمون الحب. مو بس كذا، اللطف ممكن يحميك من أمراض القلب، وهذا مو كلامي، ورد في الكتاب دراسة أجريت على سكان مدينة روزيتو في ولاية بنسلفانيا، وجدوا إنه ولا أحد من سكانها يعاني من أمراض القلب. بعد الأبحاث تبين إنه أجسادهم تفرز هرمون الأوكسيتوسين بشكل أكبر، والسبب وجود الترابط الاجتماعي والمحبة بين السكان. لطافتنا مع الناس تأثر على صحتنا الجسدية والنفسية، ومضادة للاكتئاب. مثلاً التطوع في الأعمال الخيرية يغير الشعور بالمعاناة للشعور بالعطاء، والأجمل من كل ما سبق إنه هذا الهرمون يبطئ الشيخوخة، فيبان عمرنا الحيوي الظاهر علينا أقل بكثير من عمرنا الحقيقي. كتاب اللطف وآثاره الجانبية الخمسة فيه دراسات وأبحاث وتجارب شخصية لناس غير اللطف حياتهم، حتى العلاقات الزوجية اللي دامت لسنوات طويلة كانت التصرفات اللطيفة بين الأزواج هي صمام الأمان لصمود علاقتهم في وجه الزمن. قبل ما ننهي جولتنا، أبغى أذكرك إن اللطف ممكن يفتح لك أبواب تغلق لمن هم أقل لطافة، وفي بعض الأحيان حتى لو كانوا أعلى منك كفاءة. فخليك لطيف وعيش محبوب واترك أثر إيجابي. اللهم اجعلنا ممن يمر بلا ضرر، طيبين الذكر وطيبين الأثر. ألف ألف أف أم.